كيف يفهم المسلم الإيمان بالملائكة؟ هو ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. في قصة سيدنا إبراهيم عندما جاءه الضيوف، تعلمنا هذه القصة أن إبراهيم عندما رأى هؤلاء الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، وجاءوه بالبشرى وبشروه بغلام حليم، أن إيمان إبراهيم إيمان كامل بالله تبارك وتعالى، حتى يرى ويسرد الله لنا هذه القصة في كتاب يتلى إلى قيام الساعة، توثق هذه اللحظات وهذه الأحداث عندما جاءته الملائكة في هيئة ضيوف، ونحن مأمورون أن نؤمن بالله وملائكته. العشر من ذي الحجة عشر من الجنة، فرصة للتأكيد على تجديد الإيمان بالملائكة. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا إيمانا كاملا صحيحا، وأن يجعلنا من عباد الله المؤمنين المخلصين. حياكم الله.